بطبيعة الحال إذا بلد بحالة حرب يعني بيكون شبه معطل ومؤسساته مشلولة ويعاني من أضرار بشرية مادية ومعنوية وخصوصا نفسية. إلا بلبنان عم بيعيش حالة انفصام بين الحرب والموت والدمار والقصف والمسيرات من جهة، والسهر والأعياد والفرح والحفلات من جهة أخرى. من الأكيد أنه اللي عم بيصير بعيد عن المنطق، ولكن إذا بدنا نترجمها اقتصاديا، من ميلة لبنان عم بتكبد خسائر نتيجة الحرب، ومن ميلة تانية بعض القطاعات عم بتحقق أرباح طائلة. الخسائر طبعا كتيرة وكل يوم عم بتزيد مع استمرار الحرب ومع تصاعد التوترات، وإذا صار في حرب شاملة من الأكيد أنه الخسائر رح تزيد أكتر. ولكن بالمقابل استقرار سعر الصرف الدولار مستمر، أعداد الوافدين عم بتزيد يوميا، وهناك استثمارات بقطاع السياحة وخصوصا بالمطاعم والمسابح والحفلات. صحيح أنها ظاهرة ويمكن ما بتصير إلا بلبنان، فهل برأيكم لأنه تعودنا على المصايب أو لأنه في فئة من اللبنانيين رافضين الحرب؟ هذا كان الاقتصاد بدقيقة، شاركونا رأيكم.